لا الزواج يوم اقول تتمناه البنات خليك فارس احلام اي من استقامتك انت اذا كنت استقامتك ورجولتك وطيبك يتمننك البنات بس اذا صرت ما نبقى دويني ما حد يتمناك وش دماغيك الا الردي مثلك لا اي لان خليك الطيبون على الطيبات من اول حتى في المعارك يحطون البنات في الهودج وتسوق الجمل والرجل تحمل العرب عجيب في اشياء يشوفون المرجله والشجاعه والاقدام والعيون يعني ترى ما هذا فيه يقول انسان رجل تزوج جاله ولد يوم جاله ولد ولو والله كان الولد ما عجبه بالحيل يعني باله ولد يشيع دسره وقوي مثله هو رجل عصامي فلا في بنت في القبيلة من أساس ومن عرب وجمال وعقل ومواصفاتها كاملة قال أبى تزوجها وخطب وتزوجها ويوم تزوجها وجت عندها حبها حب غير طبيعي من ثقلها ورزانتها هي حس انها ما اعطتها الحب اللي في باله يعني كثر ما اعطاها هو حب كان فيها شوي ثقل كان فيها شوي رزانه ما يدري وش وراها احتار فيها اخذت عنده فتره قال كيف اعرف انها تحبني كثر ما احبها خاف الحرمه ما انا معجبها هو رجل ما هو بسهل يعني فكانوا الناس في وقتهم عندهم حريمه وعجز كبار اللي يحضرن مدري ايش يحضرن ويخططن ويرملن ويسوون ما كان في قديم الزمان يعني اديني شوي الناس في وقتها يقول فراح لهاك العجوز قال انا ودي اعرف ان زوجتي اعرف انها هي تحبني ولا ما تحبني انا احبها حب غير طبيعي والحرمه فيها ثقل فيها رزانه فيها نظره فيها وفيها والاشياء اللي فيها الميزه اللي فيها خلتني احبها زوج بس ما ادري تحبني ولا ما احبها قالت سهله قالوا شلون سهله قالت جيب لك داب وكسر سنونها وخط فمه وحطه معاك ولا اصبحت لا تقوم على عوايدك انت هو لا من قلت النور شع الصبح قامت البل وقامت الجمال قام هو معها يعزل الجمال عن البل ولا تقوم سوى جاب هاك الداب وكسر سنونه وخاط فمه وحطه معه ويوم اصبح ما قام عوايده احترت يقوم ما قام وجيته ورفعت الحظ عنه تبي يقوم الجمال قامت تصاف قلب ولقت الداب نايم معه قالت بس ميت مات هو يبي يشوف ردة فعلها وش هي ايه يبي يشوف ردة الفعل فرجع يقول عنها فقعدت وخذت شوية تفكر والولد اسمه سعود قالت يا سعود رد الزملة بهل عبرتي الله يا سعود رد الزملة بهل عبرتي على أبوك عيني ما يبطل هميلة عليت كم من هجم تنقد شعيتها في الصبح والله شعتها من مقيلها وعليت كم من سابق وعليت كم من سابق قد عثرتها بعديق أنا والخيل عجل جفيلها وعليت كم من خفرة في غيصبة تمناك يا وافى الخصايل حليلة سقاي دود الجار لغاب جاره وخو جارته لغاب عنها حليلة يوم قال وخو جارته لغاب عنها حليلة ويقوم قال أنا طيب ما في شيء ويا حضيبك حظه قالت وتسوي فيها السواه تقول يا حضيبك حظه والله أني ما عاد أرجع لك لا أوف أني سعيد والله ما عاد ارجع لك لان الحجر حاسي الحجر والعود حاسي العود وفيها كبرياء ذا الحرمه إيه؟ إيه؟ قال هو ينهبل مصيبته زادت مصيبه اي والله هو يتصكك ويروح لا لا لا, 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 لا رفيقته هذا إيه نفس الحرمه اللي شارت عليه انا شارت عليه إيه؟ صلحي اللي زينتيه الله عبيد اي والله قال انا الحرمه طلعت انها تحبني اكثر مما احبها بس انا طحت في مصيبه حلفت يمين اني ما عاد ارجع لك عقب سواتك لان الحجر يتسلم الحجر والعود يكلم العود وش الحل قالت بسيطه عجيب ايه ذي مدبره ذي وينها في ذي قالت بسيطه قال وين بسيطه قالت جيب لك راح اجمع الرحي اللي في العرب كلهم الرحى ايه الرحى وجيب لك كيس قمح حب
واجمع الناس اللي تلعب ربابه وحط كل في مكان وزع الحب على الحريم وخلان يطحنن والربابه خلى على الربابه يغنون. هي تقول ان الا الحصى وش يسوي؟ يكلم الحجر. ايوه الحجر يكلم الحجر والعود يكلم العود. بس بس وصلت وصلت ما شاء الله. يقول انه يوزع الحب على الحريم وعلى الرحى والرحى والربابه على عود على عود على عود. قالت شو يقول شو يقول؟ الرحى تقع الرحى ايوه تكسر الحب كسري. قالت انا الحجر كلمه الحجر تعالي 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 تقول لها انا الحجر كلمه الحجر والعود جاب العود عودي على رجال. قالت تم وهي ترجع عليه بس ويعيشون سعاده بس بس سعاده والله اعلم. سلامتكم. الله 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 ابو عبد الرحمن هذه مفكره هذه ضروري تقصونها يا شباب وتنزلونها بالحال. هي سعود اولها ايش؟ سعود على طول ايش؟ سعود رد الزمله بهل عبرتي. الله ابو عبد الرحمن بس فيه من اجمل القصائد والقصص اللي سمعناها. ايه وفي حاجه قد تكون في بيوتنا وحنا ما ندري. سم بعض النساء تحب زوجها بس ما تظهر له. صادق صادق ونفس هذا غلط. يمكن حيا ولا ما تعود. الله لا يرد بعض الحياة هذا حيا مذموم. ايه او تخاف انه يكبر راسه. لا لا عندها شيء في نفسها. لا والله انا اقول اذا كانت الزوجه تحب الزوج تظهر حبها في تعاملها في لبسها في ضحكتها في طبخها في أمورها. أما أني أحبك ولا يظهر حب لا بحنان ولا كلمة زينة ولا نظرة زينة. والزوج كذلك قد يكون أنه يحب زوجته ولا يبغى يبين الحب. هلا هو الحب اللي مثل لا سبحان الله مثل النور اللي يظهر الا ذا. ابو هادي ما شوف كيف كانت ذي تحبه وساكته يفكر انها ما تحبه. انت ما سمعت قصيده ابو عايض في العيون؟ اي لو سمعت قصيدة بعض في العيون عرفت تعرف اللي يحبك واللي يبغضك. يقول ان في واحد ما هو واحد انا يسولف علينا شخص مطلع علم نفسه وعلم